الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي والدي وبقي عنده أمي وولدين وثلاث بنات، يقول: وترك لنا عقارا عبارة عن أرض، قمنا ببناء محطة ومحل عليها وأجرناها بمبلغ 60,000 ريال كل سنة. السؤال: هل نقتسم الأجرة بيننا قسمة ميراث أم نقتسمها بالتساوي؟ أفتونا أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين. بما أن هذا المال لا يعتبر أصله شركة بينكم، أقصد لا يعتبر أصله شركة عينان بينكم، وإنما أصله ميراث وتركة، وبالتالي تكون حقوقكم فيه مختلفة على حسب قسمة الله عز وجل لهذه التركة، فأرباحكم من هذا العقار لا بد أن تكون متفقة مع أصل مال كل واحد منكم من أصل هذه التركة. فإذا كان للواحد منكم ثلث هذه التركة فيكون له من الربح الثلث، وإذا كان لأحدكم الثمن فإن له كذلك الثمن من الربح، وإذا كان لأحدكم السدس من هذه التركة فله كذلك السدس من ربحها. فلا تقسموا الأرباح بينكم بالسوية، لأن ملك كل واحد منكم يختلف في هذا العقار، لأنه تملكتموه بالإرث. لكن لو أنكم اشتركتم فيه اشتراك تساو وبنيتموه برأس مال متساو يدفع كل واحد منكم طرفا منه، فحينئذ تكون الأرباح بينكم متساوية، فإن الربح تابع لأصل الملك. فإذا كان الإنسان يملك ثلثاً أو ربعاً أو سدساً أو نصفاً فإن له من الربح مثله، ولذلك إذا خرجت أرباح هذه العقارات فاقسموها بينكم كما تقسمون التركة تماماً، اقسموها بينكم كما تقسمون التركة، والله أعلم.